كل الكتب ما رضي فيها سيدنا الحال. سيدنا الحال مو الكتاب تبعكم اسمه شو؟ مقتضى الحال، علم المعاني ومقتضى الحال. ما رضي انه كل الكتب على ما هي عليه. يا اخي انا كمان الحال، انا الحال، حال اليوم طلع عندي بهذا الحال، هذه الرباعية، هذا العمل. إيه يعني كنت عم بفكر انه استشير حضراتكم ارواحكم اللي فرضت علي الفتاح اليوم. انا بخاطري شيء، بس لما شفتكم صار الفتاح بخاطري، يعني نهض الفتاح من أشعة عيونكم اليوم، فشعرت انه باسم الفتاح لغرضين يتعلق بكم. الآن كنت أفكر قبل أن أجي أن نكتب، يعني أن أتفاوض معكم بصناعة شيء. كيف مثلا ننشئ خبرا بيننا إعلاميين ومفتشين على درسي، وسوف أستدرجهم إلى الكلام حول ما سمعوه من أهل الإحال. هلا بعد شوية يهجم علينا أساتذة القسم، فكما صرتم تعرفون نحن في ضيافتهم ولكن في مدرجهم السابع الذي هو رمز النفس الشافة التي لا نعرف نورها إلا بالحال. أيضا فيك تعرف شو لون كلماتي الآن؟ شو؟ وردي، معناها أنت في النفس الملهمة، يعني الحال هو يبوح بحالك أنت. إيه؟ أنت ما شايفة شيء إذن. إذا شفافة ما شايفة شيء، يعني بمعنى أنه معناها الشفافية. الظلام وراء النور أو في قلبه، لأنه الليل، الليل ينتظر الفجر ليذوب فيه. ما في يعني تناقض بالمعنى التناقض، فيه انتظار دائما، انتظار ومقتضى حال. أقول الآن فكرت هيك أنه من شكل للرباعية تشكيل بدون إملاء، بعد أن أصبحت معكم في الركن الرابع من اللقاءات، الكعبة ثلاث أركان، هذا من هون من مقام إبراهيم، من حجر إسماعيل، من المدخل الشمالي، بعدين بيجوا هكذا. هون فيه الحجر الأسود بالرابع مقام إبراهيم، هيك، بعدين حجر إسماعيل، ثم الركن الثالث الشمالي، ثم هذا الركن الغربي الذي فيه الحجر الأسود، المقلة، العين، البؤبؤ، الرؤية، يد الرحمن هي الحجر الأسود، فلذلك يلمسون الحجر الأسود، يعني كأنما يصافحون الرحمن. لكن الآن اليوم المقصود أن تأخذوا الركن الرابع، يعني نحن في لقاء رابع، ولأنه لقاء رابع بالدارج بيقولوا مطاحشة، فيه مطاحشة كثير على لمس الحجر الأسود، كثير بيشوفوا يعني الحشود الكثيرة كثير بيحتدموا عند الكعبة حتى فيهم يوصلوا إلى الحجر الأسود. الآن أريد أن أقول يعني الاحتدام ينبغي أن يكون روحياً لعزم الفتاح حتى نكتشف الغاية، الغرض، ما هو الغرض. لذلك سأبدأ من الشطر الرابع، رح حط قدامكم الشطر الرابع وشوف إذا بتعرفوا بعدين بتشكلوا الشطر الثاني، الأول والثاني مثلا، الشطر الثالث أقوله لكم. الشطر الرابع يقول أسبحوا، أسبحوا والأشياء مثلي على الباب، أسبحوا والأشياء مثلي على الباب. هذا فقط مبدئيا. أسبح جملة ما نوعها؟ جملة خبرية. أين المسند إليه؟ أنا. أنت من؟
ضمير مستتر. أنا لا تخلف، يعني هذه الأنا هي أنا، أي واحد يستطيع أن يقول أنا، هي ملك للجميع. إذن أسبح عطانا المسند، عطانا المظهر الظاهر، التسبيح. وقال لك أن تسبح بطريقتك، الطرائق إلى الحق على عدد أنفاس الخلائق. أن أسبح، فاعل أسبح مين؟ لا، أنا أكتب شعرا، أؤلف كتبا، أنا أنال شهادة، أنت تنال شهادة، أنا صرت مثلا في الدكتورة، أنت كمان يمكن. فإذا أسبح مسند، الفعل مسند، وهذا دائما الفعل مسند، الفعل مسند، الفاعل مسند إليه. الآن المسند إليه في الشفافية، المسند إليه في الخفاء، المسند في التجلي. أسبح سبحان الله، أحلى تسبيحة حقيقة شغفت قلبي في حياتي، هي تسبيحة علمها إدريس عليه السلام، يقول سبحان الله كلما أخطأ مخطئ، وسبحان الله كلما تاب مخطئ عن خطائه. هذه أحلى شيء، يعني حسيت يا إلهي ما حنانها، ما قلبها، يعني كأنه كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا تنسوا توابة، آخر كلمة تب، القمة القرآنية تب، ومنه الطب، طب الرأس. سبحان الله كلما أخطأ مخطئ، وسبحان، وما أوسع، ما في تسبيحة أوسع من هذه التسبيحة، لا نعرف. سبحان الله كلما أخطأ مخطئ، وسبحان الله كلما تاب مخطئ عن خطائه. إذن أسبح جملة فعلية، ظاهرة المسند، باطنة المسند إليه. المسند إليه ثلاثة حروف، كيفما قرأتها فهي أنا، أنا، أنا أنت. إذا أنت قلت أنا وأنا قلت أنا، يعني اثنين نلتقينا بالأنا، يعني عمليا أنت أنا، أنا أنت، يعني صار شيء كثير مهم من وجهة نظر الحال، من وجهة نظر علم المعاني. يعني يرجعون بكلمة أنا إلى الأنا. خلقكم من أنا، من نفس واحدة. إذن أسبح أنا. هلأ أنتم بتشوفوا مظبوط أسعد علي يطوف غربا وشرقا. هلا كان رئيس قسم الإعلام عم بيقول لي نحن بنحضر معك بس بشار، نعمل ندوة معك بس بشار. شو الشرط يا دكتورة؟ شرطه ألا يكون مختص بالدقة، يعني نتفة طلع عن الاختصاص العميق مع طلابك، يعني هيك عطينا شيء غير، لأنه كانت حاضرة المعركة وبعتوها مندوبة عن الإعلاميين للتفتيش علينا، إنه فينا من أخرج قليلا أقول ولو خرجت في الغرب وفي الشرق، فأنا دائما متمسك بالبذرة. يعني الآن أسبح، هاي علم المعاني، هاي كلام كل المعاني أسبح. ليه؟ لأنه فيها المسند وفيها المسند إليه، والجمل كل الجمل على مد آفاق الجمال كلها مسند إليه، بمعنى فاعل أو مبتدأ، ومسند بمعنى فعل أو خبر. وما تبقى من الكلام يعني غير المسند والمسند إليه فهو تفضلات، فهو روابط، فهو قيود، فهو لواحق بالمسند إليه والمسند. إذا نحن اختصرنا كل العلم، كل الكلام بأسبح، أسبح، أسبح.